اليوم سيد رئيس الجمهورية الذي كلفني بتكوين الحكومة القادمة، حكومة الوحدة الوطنية، واعتقد أني رسالة موجهة لكل شباب تونس ما بعد الثورة، وإن شاء الله نكون في مستوى هذه الثقة وفي مستوى هذه المسؤولية الجسيمة في هذا الوضع الصعب اللي تعيشه بلادنا. اليوم ننطلق في مرحلة جديدة، مرحلة جديدة تتطلب منا جميعا مجهودات وتضحيات استثنائية، تتطلب منا جرأة وشجاعة ونكران الذات، وتتطلب منا حلول خارجة عن الأطر العادية. هذه الحكومة ستكون حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية دون محاصصة. هذه الحكومة ستكون حكومة شباب، إيماناً منا بقدرة الشباب على تغيير الأوضاع، وستكون المرأة ممثلة بحجم وبقدر أكبر. هذه الحكومة ستصارح الشعب التونسي منذ البداية بحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية. هذه الحكومة ستشتغل على البرنامج اللي جاء في وثيقة كارتاج مع التركيز على 5 أولويات أساسية. أولاً كسب المعركة على الإرهاب، ثانياً إعلان الحرب على الفساد والفاسدين، ثالثاً الرفع في نسق النمو لخلق الشغل، رابعاً التحكم في التوازنات المالية، وخامساً مسألة النظافة والبيئة. وبطبيعة الحال سيقع عرض هذه الحكومة والبرنامج متاعها على مجلس نواب الشعب في أقرب الأجال. نحب في الأخير نتوجه إلى كل التونسيين وإلى كل التونسيات ونطلب منهم باش يدعموا هذه الحكومة ويساندوها في إنجاز المهام متاعها.